ما زالت لم تضع الحرب أوزارها وما زال مجاهدون في الميدان يرقبون تطورات الأحداث الجارية في القاهرة. اليوم في لقائنا مع الأخوة في مصر ستحدد كامل الخيارات، لكن أقصر الطرق هو أن استجابة الاحتلال لشروط المقاومة وأن يدرك تماما أنه لا يمكن أن ينعم بأي أمن وأمان ما لم يعيش الشعب الفلسطيني واقعا في حياته، وأن مطالبنا المشروعة والعادلة هي السبيل للوصول إلى تهدئة شاملة. حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك بوادر لاتفاق بين المفاوض الفلسطيني وبين العدو الصهيوني بالوساطة المصرية. نحن نقول أن كل الخيارات مفتوحة مع هذا العدو الصهيوني، وبكل تأكيد شعبنا الفلسطيني لديه قيادة سياسية حكيمة وراشدة هي التي ستقرر القرار المناسب لكل طارئ ولكل حدث سيحدث إن شاء الله.